أعزائي مشاهدي ومتابعي كايرو لايف في القاهرة 24 من الأقصر، معكم ياسر الغضيفي، ورواج سياحي كبير وإقبال سياحي كبير على الرحلات النيلية من قبل السائحين بمدينة الأقصر. زي ما حضراتكم شايفين على الرحلات النيلية والموتور بوتس والمراكب الشرعية، الحمد لله بالرغم ان احنا في عز الصيف وبالرغم من درجات الحرارة الكبيرة والمرتفعة بالأقصر، الا ان الأقصر لم تتأثر وما تزال الرحلات النيلية ورحلات الكروز في مجدها. وأوجه زي ما احنا شايفين إقبال سياحي كبير على رحلات المراكب والرحلات النيلية، وتوافد سياحي رائع زي ما احنا شايفين على النيل وجمال نيل الأقصر. متشهد الأقصر رواج في السياحة النيلية وسياحة الموتور بوتس، وأعداد كبيرة من السائحين بتستمتع بنيل الأقصر زي ما احنا شايفين في أجواء ساحرة وجميلة ومحببة. الحمد لله الأقصر ما تزال في زخمها السياحي بالرغم من حرارة الجو والصيف ودرجة الحرارة اللي قاربت 40، لكن زي ما حضراتكم شايفين في رواج سياحي كبير الحمد لله بتشهدوا الأقصر. وزي ما حضراتكم شايفين الأتوبيسات السياحية والباصات السياحية ما تزال الحمد لله بتركب، وأعداد السائحين وتنزل أعداد السائحين لاستقلال المراكب، وزي ما احنا شايفين بيستمتعوا بالنيل ورحلات النيل في أجواء جميلة ومحببة في مدينة الأقصر. رائعة سياحية رائعة بتشهدها مدينة الأقصر زي ما احنا شايفين. والسائحين بيستمتعوا بالأجواء النيلية الرائعة اللي في مدينة الأقصر وأجواء محببة بالرغم من زي ما قلنا لحضراتكم الارتفاع الكبير والشديد في درجات الحرارة، إلا أن هذا لم يؤثر على الإطلاق في التواجد السياحي والتوافد السياحي لمدينة الأقصر وازدهار الرحلات النيلية ورحلات الموتور بوتس اللي احنا شايفينها دلوقتي في النيل يعني زي ما متابعين حضراتكم بكثافة في النيل، أجواء رائعة وأجواء سياحية نيلية محببة. أصبحت الأقصر ليست فقط مقتصرة على فصل الشتاء، ولكنها أصبحت يعني ممكن نقول أنها تسير لها رحلتي الشتاء والصيف في أجواء سياحية ومبهجة بديعة رائعة.